الأندية السعودية كالعادة طبعا دائما مذكراتها بتكون في مدن أوروبية، وبتلعب مباريات إعدادية على مستوى عالي مع بعض الأندية الأوروبية. الشباب، احنا تكلمنا قبل كده عن الشباب، الشباب بيعسكر في مدينة أعتقد ماريبا الإسبانية، دي هي نفس المدينة اللي كان عسكر فيها المنتخب السعودي الأولمبي قبل مشاركته في نهائيات أمم آسيا المنتخبات الأوروبية، عفوا المنتخبات الأولمبية تحت 23 سنة وفاز بها المنتخب السعودي. يبدو أن السعوديين تفائلوا بهذه المدينة. أيضا النصر بيعسكر في نفس المدينة برضو في مدينة ماريبا الإسبانية. النادي الأهلي الهابط لدوري يورو حاليا بيعسكر في تركيا. الشباب، خلينا نرجع الشباب تاني، الشباب حيلعب أعتقد يمكن اليوم أو بكرة، عنده مباراة مع أحد فرق وأندية الدرجة الأولى الإسباني، أندية الدرجة الثانية عفوا، اللي هو فريق لاس بالماس. لاس بالماس ده احنا شفناها في الليغا، فريق بيلعب كرة قدم حديثة جدا. أحد لاعبي لاس بالماس انتقل لبرشلونة الموسم قبل الماضي، اللي هو اللاعب بيدري، واصبح عنصر اساسي في برشلونه وعنصر اساسي في المنتخب الاسباني. ولاس بالماس يحتوي على لاعبين كثيرين ذوي مهارات عاليه جدا جدا، وتجربة حتكون مفيده جدا للشباب. ايضا النصر، الهلال ايضا يعسكر في اوروبا حاليا، الاتحاد ايضا، وكلهم عندهم مباريات اعداديه تنافسيه ممتازه جدا جدا مع فرق هتفيدهم جدا جدا في تجربتهم في اعدادهم في فتره البري سيزون. وكالعاده دائما الاعداد الجيد للانديه السعوديه ومعسكراتها المدروسه دراسه ممتازه جدا على مستوى عالي جدا. المدربين بيعدوا الفرق على اسس علميه، على اسس صحيحه.